صف يعني دف، لا نهدين دف، وخبرة هادي من الجبل الغربي يقصفوا البيت حق حميد الأحمر، لأنه قد كان العودين مسيطرين على منزل حميد الأحمر، كانوا يقصفوا بيت حميد الأحمر. القصف طبعا ما كان شديد، بس كان في قصف والله، وحصلت مناوشات عند مطعم ريماس، فندق مطعم نجوم الشام. والله إننا كنت وقتها، سلم الله علينا يا جماعة الخير، والله العظيم سلم الله علينا. يعني حصلت مواجهات عسكرية، وحصل وقتل عارف خميس، عارف خميس هذا من خبرة زيد، من خبرة زيد واحد اسمه عارف خميس قتل، قالوا استشهد، جالنا خبره الساعة 5 المغرب، قالوا استشهد الصباح، بداية الأحداث العسكرية التي حدثت. إلا أنه حصلت المواجهات هذه، سيطرت طوقوا المكان بالكامل، خبرة أبو مرتضى منبههم كانوا الأشد قتالا، لأنه هذوهم من صعدة ومن خبرة أبو مرتضى، وأبو مرتضى هذا قائد عسكري عقائدي. فطلعنا للجبل، خلص سلمت الرئاسة الساعة 3 العصر، طلعت أنا وأبو يحيى المروني، أنا وأبو يحيى المروني طلعنا، وسجاد، سجاد المطهر، طلعنا على أساس نشوف إيش الذي خلاص سلم الجبل الشرقي والجبل الغربي. الرئاسة الذي هو حوش الرئاسة وسكن الرئيس ودار الرئيس، خلاص هذا هو سلم بسهولة، لأنه السيطرة على كان على الجبلين الشرقي والغربي والذي فيه مخزن السلاح والدبابات. فسلمت الرئاسة الساعة 3 العصر، طلعت أنا وأبو يحيى المروني، طلعنا نشوف المكان. وصلنا كان في، شفنا الجبل الشرقي والجبل الغربي، وكان في 2 مخازن للسلاح. مخزن دخلنا كله كلوكات وإيكيهات وسلاح، مخازن على مد النظر. دخلنا هذا حق المخازن، إلا أبو يحيى المروني قد، طبعا أبو يحيى المروني وقد قتل في معسكر العمالقة، ضربوا له 50 غارة جوية، وقتل في الحرب هذه تقريبا، قتل قبل 5 أو 6 سنوات، قتل في عام 2018، بعام 2018 ضربوا له 50 غارة جوية، وفي معسكر العمالية هو أبو عبد الله القعود، ضربوا لهم 50 غارة جوية وقتلوا داخل هذا المعسكر. إن كنا عند، أيوه، بعد ما دخلنا المخازن هذه حق الأسلحة، أنا أشوف أبو يحيى المرو يعني يشوفوا منهج اللصوصية عند الجماعة. طبعا هذا سلاح دولة، حتى وإن كان انقلاب ما يعبثوا فيه. إلا أشوف أبو يحيى المروني جاب 2 شاصات، كان طبعا مكتب أبو يحيى المروني ربيع المطري، شخص اسمه ربيع المطري. ربيع المطري طلع 2 طقومات عبوا شوايل كلوكات إيكيهات ذخائر أسلحة معدات ثقيلة يحملوا فوق الطقومات. أنا أقول إيش هذا الذي يحدث؟ سألت أبو يحيى المروني، قلت له هذا من جماعتك؟ قال أيوه، قال هذا على أساسهم من جماعته الآن، وهذا السلاح حق سبيل الله، قالوا حق سبيل الله، حق ربي، يقولوا حق ربي، حق المجاهدين. أخذوا هذا السلاح بالطقومات، كان ربيع المطري يعبي الطقومات كلوكات إيكيهات سلاح مسدسات ضخائر أشياء، وينزل عبى منزله أبو يحيى المروني. بعدها خلاص نزلنا اللواء الأول واللواء الثالث والرئاسة، وصلنا لعند الرئاسة اللي هو سكن الرئيس، في واحد اسمه العوبلي تقريبا. العوبلي هذا حمل ملان سيارة شاص، كان في سلاح. طبعا الأحداث الأخيرة كانت نهاية المواجهة، عرف أنه سلمت الرئاسة الساعة 2 الظهر، حمل ملان شاص حملها سلاح إيكيهات وكلوكات من حق الحرس الخاص، لأنه هذا العوبلي هو قائد عسكري كان في الحرس الخاص. حمل ملان السيارة الشاص فل وخرجها، وكانت آخر سيارة تخرج من بوابة دار الرئاسة في 70، وخرج من الرئاسة وخلاص واختفى وراح. يعني هذا كان نصيبه، أخذ نصيبه ومشي. العسكر اللي كانوا موجودين داخل الرئاسة حق الحرس الخاص الذي كانوا بقيادة طارق صالح وبعض الجنود من اللواء الأول واللواء الثاني، سلموا خلاص، عرفوا أنها مبيوعة، حتى ما عاد واجهوا، مع أنه لو كانوا قاتلوا والله ما كان الحوثي يقدر يدخل. والله العظيم يا جماعة الخير، الحوثي قليل، ما كان يقدر يدخل الحوثي. لو كانوا قاوموا الجماعة كانوا والله بايكرشوهم كرش. يعني ما احنا كنا قليل، يعني حتى أنا أشوف يعني أنه كانوا قليل اللي واجهوا في المواجهة العسكرية، فكانوا يقدروا يدخلوا. طبعا يعني حصلت هذا، كان في واحد اسمه يونس الناشري، يونس الناشري هذا قتل في لحج في أحداث نزول عدن، لأنه هي تسلسلت الأحداث بسرعة. بعد الرئاسة حصل هذا، نزل إلى عدن الرئيس هادي، بدأ يحشد الجماعة تحركوا. فلما جاءت أحداث لحج كان في واحد يونس الناشري قتل في لحج. هذا يونس الناشري طبعا خواف، واحد جبان كان يلبس إيكي
تحمل لا ايفن معه سلاح ايفن، تحمل الايفن تقول هذا باي يعني بيقيم معركة، يعني بيقيم معركة جبهة كاملة. ولما حمت الموضوع حق الرئاسة وقد الدنيا قاح دبهم والدبابة تقصف من الخمسين وهم يشوفوا بيت حميد الأحمر والمدرع والمعدل 12/7 يمشط المكان حق هذا المكان حق نجوم الشام، وهو راح يتخبى عند حديقة السبعين. إيش معك يا خبير عند حديقة السبعين؟ قال والله حماية أمنية هنا، قال على أساس ما حد يجي. طبعا هي قطعت الشوارع بالكامل، يعني الفرق الأمنية التي كانت موجودة في صنعاء هي قامت بقطع هي قامت بقطع الشوارع، يعني قامت بقطع الشوارع كلها داخل صنعاء. قطعوها في عند حديقة السبعين، قطعوها في الصافية، قطعوها في جسر الصداقة في التحرير، قطعوها في جولة المصباحي، قطعوها في اتجاه جولة دار سلم. كل هذه المداخل اللي تؤدي إلى السبعين لدى الرئاسة كلها تم قطعها بالكامل تمهيدا لهذه العملية العسكرية. سقطت الرئاسة، وضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، سقطت البلد كامل بيد الحوثيين، جثمت الحوثية على صدر اليمن واليمنيون، أسست لنظام أسود، أوغلت مخالبها وغرست مخالبها في جسد اليمن. هذا الذي حدث وهذا الذي دار. ربما أكون نسيت بعض التفاصيل أو بعض المعلومات أو بعض الأشياء، لأنه ربما خانتني الذاكرة، أو ربما لأنه أصبحنا إلى اليوم 8 سنوات من ذلك التوقيت، فهذا ما استطعت استذكاره منذ ذلك الأحداث. وهذا هو فقط يعني حتى يكون الناس في الصورة، حتى يكون الناس مطلعين وعارفين إيش الذي دار وإيش الذي حدث وإيش الذي وقع وكيف دارت المعركة، كيف سقطت صنعاء. وهناك تفاصيل كثيرة وعديدة جدا، لأن نحن كنا في قلب الحدث وفي بداية هذه الأحداث وكنا في رأس القرار. تحياتي.